بس قبل ما اخش في الموضوع ده يا اخي، الناس بتهيئ لها انها بتجاملنا، انها تطلبنا في التليفونات سمعت يا كابتن فلان، سمعت يا كابتن علان، ايه خير باذن الله. انا ما سمعتش الحقيقه. يوم يقول لك على حد شتمك، على حد تجاوز حقك، على حد لازم ترده على علان. انا يعني انا بشكرهم وبطلب منهم من فضلكم ما تكلمونيش في اللي شتمني واللي تجاوز في حقي. احنا عندنا اعداد، الاعداد ده لو شاف ان في حاجه تمس النادي الاهلي هنرد عليها، اللي يمسنا شخصيا من فضلكم ما تبلغوناش بيه، لان الحقيقه الكلام كان في تجاوز كبير في حقك وفي حق الكابتن السيد ثم في شخصي بلا مناسبه. مش عارف بقى انت سمعت حاجه زي كده انا ما سمعتش، لكن سمعت كتير كلمات الإمام الشافعي وهو بيقول: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزداد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وبيقول: اعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهو فيه، ما ضر نهر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه. لا دي عايزة قمة الترفع وقمة المسؤولية. والله انت رديت فأوجزت. حاجة غريبة جدا. يعني نرجو ان كل واحد يلتفت الى حاله شوية.